مساء الخير، يعطيكم العافية. الحمد لله، هيا احنا بالعشر الأواخر من رمضان وإن شاء الله صيام مقبول لإلنا كلنا، وإن شاء الله أزمة الكورونا نخلص منها، وإن شاء الله يا رب نستقبل العيد بأخبار حلوة ومفرحة. اللي بدي أحكي إنه في أنا عندي الجروب تبع الحضانات، تبع أصحاب الحضانات، وهم عم بيعانوا مشكلة بالوقت الحالي لأنه الحضانات ممنوع إنها تفتح، وصار في سماح انه الحضانات المنزليه تستقبل. طبعا الحكومه ما سمحت بشكل مباشر، بس بشكل غير مباشر هذا اللي عم بيصير، لانه الام مضطره تداوم. وين تروح باطفالها؟ حتروح على اي حضانه فاتحه سواء منزلي او غير منزلي. فصفى انه اصحاب الحضانات وبالاخص هم دائما نساء هم المتضررات والفئه المتضرره. الحكومه ما نظرت لهم بعين الرحمه، والتنمية ما ساعدتهم ووقفت معهم، مع إنه التنمية لو تعرفوا الشروط المعقدة جدا جدا اللي بتحطها لأصحاب الحضانات حتى إنهم يوافقوا على فتح الحضانة. وبعدين عم بفكر بشغلة، ويمكن ما خطرت لحدا وناس كتار، أو يمكن ما خطرت لحدا أصلا، إنه السؤال اللي بطرح نفسه، نفرض إنه تم السماح للحضانات بالفتح بعد العيد. السؤال، الأمهات العاملات قام الوزير العضائل بإعطائهم مرونة في الدوام في الشركات الخاصة والحكومية، هل رح يحطوا أطفالهم بالحضانات؟ أكيد لا، بما أنه في مرونة، يعني عم نحكي عن دوام أونلاين. وما أنه دوام أونلاين فهي الأم ما رح تحط ابنها بالحضانة. يا ريت يتم النظر لهذا الموضوع. يعطيكم العافية.